انا هعمل شوكولات فادج كيك، هعمل كيكه الفادج بطريقتنا اللي احنا معتادين عليها، وهنعمل لها حشو شوكولاته موس ابيض وشوكولاته موس دارك غامق، وهنعمل لها شوكولاته مروار، واحتاري واختاري بين خطواتك. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بجيب عندي 5 بيضات وببدا اكسرهم وبطعمهم بالفانيليا السائله او الفانيليا الباودر، عشان السؤال اللي جانا امبارح الاستاذه اللي قالت ان حاجه زفره اهوت الفانيليا السائله او البيضه مع بعض، البودر او السائله مع بعض، وبعد كده ندوب السكر كويس قوي على اول سرعه في المكنه عشان ما الاقيش اي زفاره، لان المشكله دي كذا قابلت كذا اخت متصله في الموضوع. 5 بيضات وشويه فانيليا، واحطهم في العجان بتاعي، واحط عليهم 2 كوباية من السكر السنترافيش يا حسني عشان اعمل احلى فادج. التركه المهمه بقى على السرعه الاولى، الوعاء ناشف ونضيف والمضرب ناشف ونضيف، على السرعه الاولى ادوب السكر بتاعي مع الفانيليا مع البيض. صباح الصباح، الحمد لله على السلامه. تعالى كده اهوت زي ما انت شايف كده اهو، خطواتك كده كلها قدامك. 5 بيضات، 2 كوباية سكر سنترافيش، وشويه فانيليا سائله او باودر، على السرعه الاولى ادوب السكر كويس قوي، وعندي 2 كوباية زيت ذره، وعندي 2 كوباية من الميه الدافيه، وعندي 2 كوباية زيت ذره و2 كوباية ميه دافيه، وعندي 2 كوباية من الدقيق، ومعلقه من الكاكاو الغامق بتاع الحلويات، وعندي 1/2 معلقة كبيرة بيكنج باودر، وذره ملح الرطوبه، واقلب الدقيق مع البيكنج باودر مع الكاكاو مع الملح كويس. وادي السكر حسني جابهولك اهو داب بالتكنيك والحركات والتكات. اول ما يدوب كده ارفع عليه الخفق كده، خلاص اتاكدت ان يعمل فوليوم واتاكدت ان مفيش فيه زفاره. فخدي بالك من التركه دي، واحده واحده كده. اروح جايبه 2 كوباية من زيت الذره ومنزلاها واحده واحده كده جافه صح اهو، عشان ادعمها كده بالتركاتك اهو، واحدة واحدة كده. تفاصيلك قدامك اهو يا عم حسن، خمسة وخميسة، واحدة واحدة كده مع بعض. نعمل بيض مع السكر مع الفانيليا مع الزيت كويس قوي، واتأكدت ان الخليط ناعم خالص. هضيف الدقيق اللي فيه الكاكاو والبيكنج باودر والملح، وبعد كده احله بالمية الدافية. خدي بالك من التركة دي، خطواتك كده كلها قدامك كده. اروح جايبة الخليط بقى كله، 2 كوباية الدقيق ومعلقه الكاكاو ونص معلقه كبيره بيكنج باودر وذره ملح، اخدها وادخلها مع الخليط ده كده في المكنه. دي مش كيكه، ده اسفنجيه، دي كيكه دسمه، فخدي بالك من التركه. تقلت العجينه خالص اهي بعد ما ضفت لها الدقيق بالكاكاو، تقلت اروح حلاها ب2 كوباية ميه دافيه. خد بقى خطواتك كده كلها قدامك اهو. وعلى عليها عشان تتجانس، عشان تتجانس. التكنيك قدامك بتفاصيله وحركاته وتكاته. تعالى كده يا عم حسني شوف الانسيابية. فرن على درجة حرارة 180، 35 دقيقة. تمام، تعالى ما ندخلها الفرن 35 دقيقة ونشوف المروار يا عم حسني، عشان هبدأ أجهز الحشو بتاعه.